عند إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل روعي إقامة دور للعبادة كأحد معايير حقوق الإنسان التي تطبقها وزارة الداخلية في إطار المنظومة العقابية الحديثة لتقويم السلوكيات وأحياء المناسبات، وهو ما ظهر جليا هنا في الاحتفال بعيد القيامة المجيد داخل الكنيسة الموجودة بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، حيث ارتفعت الترانيم وأقيم قداس العيد بحضور رجال الدين المسيحي. إقامة القداس والاحتفالات يأتي بالتزامن مع إحيائها في ربوع الوطن، وهو ما يعكس حرص وزارة الداخلية على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في السياسة العقابية. وقد قام وفد من القيادات الأمنية بقطاع الحماية المجتمعية وعدد من شيوخ الأزهر بتقديم التهنئة للنزلاء والنزيلات بهذه المناسبة. عيد سعيد علينا جميعا، بالتخير، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإحنا إن شاء الله في عيدين اثنين، عيد الفطر وعيد القيامة، ربنا يتقبل منا جميعا. كل عام وحضراتكم طيبين، وندعو الله عز وجل أن يحفظ مصر حكومة وشعبا مسلمين وأخبار. كانت حاجة لفتة جميلة جدا جدا، يعني مشاعر طيبة جدا، ياريت تبين قد إيه يعني المحبة اللي بين كل المصريين مع بعضهم سواء مسيحيين أو مسلمين، مشاعر طيبة جدا. المؤسسة العقابية غيرت فلسفتها، بدل ما هو مجرم وبعاقبه الموضوع بقاش كده، ده بقى مركز تأهيل وإصلاح. أنا في شخص مش عارف يعيش بشكل كريم، فأنا بعيد إصلاح وتأهيله عشان يرجع مفيد لنفسه والأسرته والبلده. كل هدفه بقى أن هنطلع من هنا مواطن صالح، نطلع من هنا حد كويس، وده بقى كل لمسها النزل اللي لمسينها واحنا لمسينها والاهالي بره برضه لمسينها. فرحة كبيرة بين النزلاء والنزيلات بالعيد وبالنقلة النوعية التي تشهدها المنظومة العقابية في مصر بإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وأحد محاور هذه المنظومة إحياء المناسبات والشعائر الدينية في دور العبادة المخصصة لهذا الغرض. أنا هنا في وادي النطرون النهارده، بصراحة الشعائر الدينية والقداس والحاجات اللي مارسناها في الكنيسة هنا بصراحة كانت ما تفرقش عن الشارع خالص، وجم إخواتنا المسلمين عيدوا علينا، الشيوخ جم عيدوا علينا وعيدوا على الأنبا دومدس وعلى أبونا مرقص، وكان بصراحة النهارده كان يوم يعني ما يفرقش حاجة عن الشارع خالص. حاجة كويسة جدا بالنسبة لينا، وحقيقي نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو أتاح لنا الفرصة دي، وبقول له كل سنة حضرتك طيب بمناسبة عيد الفطر المبارك. حسينا بصورة جميلة، صورة الوحدة الوطنية، فعلا كلنا إخوة واحدة ويد واحدة، ربنا يباركنا ويحفظنا كلنا واحد ويحفظ مصر وشعب مصر أجمعين، وكل سنة هم طيبين برضو بمناسبة عيد الفطر. كانت فيه تهنئة وكل الناس بتعيد علينا وبهجة، وهم بيحتفلوا معانا بالعيد ومبسوطين كمان إن عيد الفطر خلال الأسبوع، كمان بيقولوا الأسبوع كله أعياد، ويعني فرحانين، بيقولوا إنه فرحة العيد بتاعكم هتستمر لغاية العيد بتاعنا. احنا طبعا بنشكر سيادة الرئيس جدا جدا، لأن هو اللي فتح باب الأدمية في معاملة المراكز التأهيل، هو اللي فتح باب إن احنا إن المسجون ما يتعاقبش مرتين، هي عقابه يكفي إن هو يعتجز، لكن دلوقتي الموضوع بقى خرج من إن هو عقابي بقى إصلاحي، الواحد بقى بيفكر إيه الغلط اللي عمله عشان ما يرجعش تاني ليه تاني. منظومة متكاملة من الإصلاح والتأهيل تعتمد على تقويم السلوكيات وتصحيح المفاهيم وتوفير الرعاية الاجتماعية وإحياء المناسبات الدينية، وهو ما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.